يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ سامي الساعدي. فقبل أن نرحب به وقبل أن نبدأ مع حفظ الله تعالى، نذكر بأرقام الهواتف والتي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. نذكركم بعنوان الحلقة اليوم إن شاء الله تعالى، وهي المرأة بين الجاهلية والإسلام. نرحب معا بصاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى الساعدي حفظ الله تعالى، فحياكم الله شيخنا. أهلا بكم. وسهلا شيخ عبد الله، صلحتكم شيخنا، يا مرحبا بكم. مرحبا شيخنا، بارك الله فيكم. كثر اللغط على المرأة، والمرأة المظلومة، والمرأة تريد حقوقها، والمرأة المسكينة، والمرأة التي أخرجوها من بيتها، والمرأة التي تجدها في كل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تقن لها القوانين وتجد من يبكي لأجلها في هذا الزمان بحجة حقوق المرأة. شيخنا، حلقتنا اخترنا لها المرأة بين الجاهلية والإسلام، ممكن الجاهلية الأولى والجاهلية المعاصرة. نريد منكم شيخنا، كيف عاملت الجاهلية الأولى المرأة سواء في جزيرة العرب أو عند الحضارات الأخرى، يعني قبل الإسلام أو خلال فترة الإسلام أو ظهور الإسلام عند الروم والفرس وغيرها من الحضارات في الهند والصين وغير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، والحمد لله الذي جعلنا من أتباع هذا النبي الأمين وشرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، حيث ضلت الأمم وحارت وتفرقت بها السبل والشعاب والأودية، وهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم شيخ عبد الباسط، هذه يعني قضية المرأة ما هي إلا واحدة من قضايا كثيرة تاه فيها البشر وحاروا فيها، وأرادوا أن يضعوا بزعمهم قوانين أو دساتير أو منظومات اجتماعية واقتصادية تحفظ للمرأة مكانتها في زعمهم، ولكنهم يتخبطون. ويعني إذا أردنا أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين الذي أكرمنا به وبهذه الشريعة الحكيمة العادلة، فعلا لنلقي نظرة على المرأة في الحضارات والأمم والأديان المنسوخة والمحرفة. لأنه كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، العدل مضرب المثل في العدل، العبقري الملهم كما وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولعل هذا يعني أحد فضائل الصحابة، خاصة الذين يعني عاصروا الجاهلية واكتووا بنارها ورأوا إلى أي درك وإلى أي حضيض وصلت البشرية، ثم كيف أنار الله سبحانه وتعالى حياتهم وبلادهم بهذا النور ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا بأم أعينهم انطباق الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى:
في حديث طويل حديث عياض المجاشعي يقول فيه: وإن الله نظر إلى أهل الكتاب وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طالت الفترة وتاه الناس وازدادت يعني زاوية الانحراف عن منهج الأنبياء وما جاءت به الرسل. ومن ذلك موضوعنا في هذه الحلقة، موضوع المرأة. يعني الذي يقتنع أو يدخل في رأسه فكرة أن والله الإسلام ظلم المرأة، طيب تعالى أولا يعني هؤلاء يجب في البداية بصراحة أن يناقشوا فيما هو قبل ذلك. نعم. هل هو ملحد أم مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ مؤمن بوجود الله بوحدانيته، مؤمن بأن الله يرسل رسلا وشرائع للناس لتنظم حياتهم في سائر شؤونهم أم لا؟ فإن سلم بذلك ننتقل معه إلى بعض التفاصيل في شريعة الإسلام. جميل. أما أنا أناقش واحد على حكمة الميراث بالنسبة للمرأة وتوزيع الميراث والحكمة فيه وهو ملحد. نعم. ما الفائدة يعني؟ وهذه أحيانا يعني في المناظرات أو في الحوارات يعني ينبغي أن الذي يناظر بالحق لا ينزلق إلى كثير من بنيات الطريق والأزقة الضيقة والصغيرة والفرعية والأصل ضائع. يعني تحليل محل النزاع. يعني أولا نعم نتفق على الأرضية التي ننطلق منها. هل أنت أيها يا من تحاورني في بعض أحكام الشريعة الإسلامية، هل أنت مؤمن بوجود الله أصلا؟ قد يكون ملحدا. ما ناقشاش أنا في الميراث ولا ناقشة في الزواج ولا في النفقة ولا في يعني المهم هذه نقطة. ولكن إذا أردنا أن ننظر مثلا عند الأمم الأخرى وعند فلاسفة الرومان الذين يعتبرونهم من عظماء البشرية، يعني نسمع أسماء لامعة عند الغرب وعند بعض من هو يجري وراء الحضارة الغربية أو ما يسمى بالحضارة الغربية، الفلاسفة الغرب الكبار الذين ما زالت بصماتهم وآثار أفكارهم إلى اليوم. يعني نعم قلت في بعض الجوانب وبعض التفصيلات، لكن كثير من جوانبها ما زالت موجودة. نعم. الآن هناك فلاسفة يسمون فلاسفة العدم مثلا، نيتشا وشوبنهاور وهؤلاء، هؤلاء أصلا ينظرون إلى الوجود الإنساني كأنه عبث وكأنه من الأولى ألا يكون، ولهذا هم يستروحون ويستريحون إلى مسألة أن ينقرض النوع الإنساني. لماذا نحن هم لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالجنة والنار والثواب والعقاب والحكمة يعني من كثير خلقهم. من أمهات الفضائل المتفق عليها بين العقلاء بغض النظر عن المسلمين أو غيرهم هم لا يؤمنون بها. نعم. فينظرون إلى وجودهم عبث ومشاكل ومتاعب وآلام، فالأولى أن ننقر، ولهذا لهم نظرة يعني دونية للمرأة، ينظرون إلى المرأة بدونية لأن المرأة هي السبب الرئيسي المباشر في استمرار النوع الإنساني الذي هم يرون ويستروحون ويتشجعون لانقراضه. هذا كيف ننبهر بها؟ نعم هذا موجود يعني عجيب والله. ولهذا يسمونهم الفلاسفة العدميون. نعم. مثل نيتشا وغيرهم. نعم. يعني كذلك من كان قبلهم من سقراط وأفلاطون وأرسطو، إذا نظرنا إلى نظرتهم للمرأة، يعني هنا أمامي عبارة أو أكثر من عبارة لسقراط مثلا. نعم. وأرسطو وغيرهما. سقراط يقول النساء يولدن الأجساد، أما الفلاسفة فيولدون الأرواح. طبعا هو فيلسوف ومن طبقة يعني، لكن المرأة هذه فقط يعني توفر لنا جسدا يعني. أرسطو يقول المرأة يعني ما معناه وما حاصرنا، المرأة خلقت للإنجاب فقط، يعني مجرد يعني ماكينة أو آلة. نعم مصنع. يعني نعم. نعم. يقول أيضا بالعبارة باللفظ يقول الرجل هو النموذج والمرأة هي رجل معيب. يعني نظرة دونية للمرأة. وهذه حضارات شيخ. حضارات وما زالت رواسبها وآثارها إلى اليوم في الغرب يعني. مسألة الآن الشعارات التي يعني إذا أردنا أن نبدأ من الأخير كما نعم. يقال. نعم. المؤتمرات الدولية التي تبكي كما تفضلت في 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 مقدمة. نعم. تبكي على حقوق نعم. المرأة، شعارات براقة تجذب كثيرا من النساء والبنات والفتيات يظنن أنها يعني حق ظاهرا وباطنا، مسألة حقوق المرأة، تمكين المرأة، مساواة الرجل بالمرأة، مناهضة العنف ضد المرأة، هذه الشعارات الآن اللي لها يعني ممكن يعني بتدخل في خانة المئات من السنوات يعني. نعم.
والعقود الأخيرة مثلا مؤتمر السكان في القاهرة في التسعينيات، مؤتمر اللي في بكين، مؤتمر بكين هذا كان موضوع خطير جدا كان نعم. فيعني هذه الشعارات الآن الآن نسأل نحن لا نريد أن نسأل أصحاب النظر السطحية الذين ينبهرون بالقشرة الخارجية للمجتمعات الغربية، والله في شوارع وفي أبنية وفي مترو أنفاق وفي يعني تسوق مراكز وفي ترفيه بين قوسين رفاهية مادية نعم يعني وتسهيلات كما يقال يعني. هل أنتجت هذه الشعارات؟ هذا السؤال لمن غاص في لب المجتمع الأوروبي نعم. وفككه وحلله، يعني هل أنتجت مجتمعا سعيدا؟ هل صنعت مجتمعا متماسكا؟ يعني كثير منا عاش في الغرب شيخ عبد الباسط نعم. رأينا يعني رأيت بنفسي أنا تفكك الأسرة. رأيت المرأة التي لها ممكن 4-5 أولاد وهي تعيش وحيدة وتموت وحيدة في شقتها ولا يبكي عليها أحد، وربما تتعفن جثتها في الشقة وأولادها في نفس المدينة ولا أحد يسأل عنها. هذه معاناة نحن عافانا الله منها ولا نشعر بقيمتها إلا عندما نرى فقدانها عند الآخرين. شيخنا قبل فهذه الشعارات يعني لم تنتج مجتمعا سعيدا نعم. ولا متماسكا. وقبل نخوض في الجاهلية المعاصرة حقا، مع أن يا شيخنا في من ينكر علينا يقول تقولوا جاهلية يعني. أنا كنت أريد أن يعني أعلق على فضل هذا. فضل شيخنا يعني أعلق تعليق ثم ندخل في. يعني هناك شريحة من الناس الآن ابتلي بها العالم الإسلامي، الذين يفرحون أو يتمنون خطأ الآخرين. لو أنت تتلفظ بلفظة وعبارة ربما يمكن أن تفسر تفسيرا مخالفا لمبادئ الإسلام أو أحكامه أو يعني منظومة الإسلام نعم. ويمكن أن تفسر بما يوافقه، هو لا يذهب إلا للتفسير الخطأ والتفسير السلبي حتى يظهر عليك أستاذيته وأنك أنت المنحرف وأنه هو على الحق. طيب بين الحقائق كما يفعل وأنك علماؤنا. تكفر المجتمع وأنك نعم. يعني نعم. يعني الآن الجاهلية المطلقة نحن لا يعني لا نقول بها في مجتمعاتنا اليوم، لا نقول بها لأن هذا قد يعني هذا يلزم منه تكفير عموم الشعوب الإسلامية نعم. وهذا انحراف من أشباه الخوارج اليوم والغلاة نعم. غلاة التكفير. لكن يعني مظاهر الجاهلية موجودة لا شك في ذلك يعني. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كما يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائهن نساء المؤمنين. يعني تبرج الجاهلية شيخنا معناها تبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية الأولى خفيف جدا مقارنة بما نرى من الجاهلية المعاصرة اليوم. يعني يعني كما جاء في تفسير هذه الآية كانت المرأة تبدي قرطها الخرص يعني وعنقها يعني جزء من عنقها وأعلى صدرها يعني وممكن خصلات من هذه تبرج الجاهلية الأولى الذي نهى عنه القرآن. كيف اليوم إذن هذه مش الجاهلية الأولى، هذه الجاهلية الصفرية يمكن والله يعني قبل الأولى نعم. فهذه مظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر عندما عير أخاه في الإسلام بأمه وقال له يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا اللي تكلم عن مسألة التجزؤ. ممكن إنسان يكون مسلم يكون فيه ولاية لله وتقوى ويكون فيه فجور، يكون فيه إسلام يكون فيه جاهلية. مش بالضرورة لما نقول أن في جاهلية في مجتمعاتنا معناه أن مجتمعاتنا مجتمعات كافرة والعياذ بالله. أم حتى في الحديث شيخ النياحة والفخر بالأنساب من الجاهلية أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. نعم خصال يعني خصال النفاق وهذا موجود يعني. وعقيدة أهل السنة في الإيمان مبنية على هذا، أن الإيمان يتجزأ يزيد وينقص. ما معنى يزيد وينقص؟ يعني تكتنفه جاهلية لا تعدمه بالكلية إلا في بعض الحالات يعني تخرج الإنسان بك. طيب شيخنا نعم. قبل أن نخوض موضوع يعني الجاهلية المعاصرة مهم. بارك الله فيك وسنأتيها بارك الله فيك. لماذا تحاول منظمات العالمين والمؤسسات الدولية توهم المرأة المسلمة أنها مهضومة؟ لكن نحن نأتي شيخنا بعد ما ذكرت الحضارات الأولى ما زال هو كثير. مثلا المرأة عند الهنود، الهند تعتبر حضارة يعني فضل. من الحضارات القديمة على الأرض يعني الحضارة الهندية مرة. صحيح. كيف المرأة يعني هذه لم تنقرض هذه العادة التي سأذكرها الآن العادة الشنيعة إلا في القرن السابع عشر يعني سبحان الله. ما هي شيخ يعني منذ 3 قرون مضت فقط يعني
وبصعوبة حتى زالت هذه العادة، أن المرأة بعد وفاة زوجها لا حق لها في الحياة وتحرق مع جثة زوجها، هذا معروف يعني إلى عهد قريب كان ينفذ هذا في بعض مناطق الهند يعني عند الهندوس مثلا. اليهود مثلا في شريعة اليهود المنسوخة المحرفة والتي هي موجودة إلى اليوم، يعني المرأة لا تستحق شيئا من ميراث زوجها، لا حول ولا قوة مثلا يعني. فهذه أمثلة. العرب قبل الإسلام حدث ولا حرج. قضية العرب الآن صحيح أن الله سبحانه وتعالى اختار أمة العرب لنزول لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بينها، وأن هي يعني بداية الرسالة، لكن مش معنى هذا. صحيح في بعض الخصال يعني مطلوبة لنصرة الدين كالعصبية والمروءة والشجاعة نعم، ولكن منظومة الأخلاق زي ما نقوله إحنا الآن مضروبة يعني، والظلم والعنصرية ضد يعني المرأة كانت إذا مات زوجها يأتي أقارب زوجها ويرمون عليها ثوبا. هذا عند العرب الجاهلية، عند العرب قبل الإسلام يعني نزول، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانت المرأة تورث مع متاع البيت، إذا مات زوجها خلاص أقارب زوجها يسيطرون عليها، يبدأ هو إما إن أراد أن يسم لن تتزوج إلا بإذنه، وفي روايات في السنن أيضا صحيحة يطلب صداقها. يعني يا شيخ يعاملون يعني إذا أخذ مثل أكرم كلام الدابة تعامل مثل الدابة. نعم يعني للأسف يعني يشترط عليها إذا أرادت أن يسمح لها هو سيادته يسمح لها بأن تتزوج بعد وفاة زوجها تعطيه مهرها السابق من زوجها الذي توفي، وإلا تبقى إن أعجبته تزوجها هو، وإلا خلاص تبقى حتى تموت بدون زوج. يعني إذا رضي عليها سمح لها، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني. فقضية تشبيهها بالبقرة هذا موجود عند بعض الفلاسفة الكبار، ممكن أرسطو وغيره، يعني عندما ناظر فيلسوفا آخر ذاك يشبهها بمش عارف هو قال لا هي أقرب إلى البقر والغنم يعني. يعني هذا موجود يعني موجود في 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 كلامهم وفي نعم شيخنا إذن الآن هذا نسمع مثال يعني. تفضل شيخنا. نعم. بنسمع دعوات كثيرة جدا في هذا العصر، وهناك دون مؤتمرات قد يسبع عطاء المرأة حقها. قبل أن نخوض شيخنا في الموضوع المعاصر هذا، في موضوع الجاهلية المعاصر، نريد من فضلتكم تذكرون لنا كيف أعطى الإسلام للمرأة حقوقها، سواء في ما جاء في الكتاب أو في السنة، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، المرأة التي كانت كما ذكرت في الجاهلية عند الحضارات وعند الجاهلية قبل الإسلام عند العرب، وكيف أصبحت في الإسلام. نعم يعني من ذلك أن الله سبحانه وتعالى فيما أنزل على رسوله فيما أوحى به إليه حرم هذه الخصال الجاهلية التي كانت تعامل بها المرأة. نعم. يعني آية مخيفة ومهيبة، وهي التي جاءت في سورة التكوير، سورة التكوير التي تذكر يعني مظاهر يعني اندثار هذا الكون وانتهائه إذا الشمس، كلها يعني مظاهر كونية مخيفة وعظيمة وضخمة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت ذهب ضوءها، وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال الرواسي الثابتة تصبح مثل القطن، كالعهن المنفوش، كالقطن الملون المنفوش، يعني لا 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 وزن له ولا ثبات. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الموؤودة سئلت. يعني انظر، هذه الآية جاءت في سياق هذه الآيات الكونية المخيفة التي هي مظاهر لاندثار هذا الكون، جاء بينها هذا السؤال، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. إبطال لإعادة القتل، قتل دفن البنت وهي حية خوفا من العار، هذا منتهى العار، هذا بنفسه هذا العمل وأد البنات هذا منتهى العار يعني. وأبطل كما قلنا هذا الظلم في الميراث. وللأسف شيخ الباص الآن تعود مظاهر من الجاهلية الأولى اليوم حتى في مجتمع، حتى في بعض يعني مناطق عندنا في ليبيا نعم، للأسف حرمان المرأة من الميراث نعم. والله هذا موجود حتى عند الرومان أو غيرهم، يعني عند الرومان نعم. ذكرتها أنت الآن، يقول يعني يقولون يعني إذا ورثنا المرأة وستتزوج سيذهب الميراث إلى عائلة أخرى، نفس الموجود عندنا للأسف في بعض المناطق. يقول لك هذا يعني إذا ورثنا المرأة خاصة في العقارات، يعني لا يعطون المرأة حقها في العقار أبدا، لأنها
إذا ماتت وهي متزوجة تذهب هذه الأرض إلى رجل غريب عن الأسرة. الله المستعان. يعني هؤلاء الأسر الإقطاعية عند الرومان هم كأنهم يعني ورثت هذه الأرض، يعني لا يجوز أن تخرج التركة منهم إلى غيره، لهذا يحرمون المرأة، وهذا شدد فيه الإسلام وحتى فقهاؤنا إلى العهد المتأخر هذا. يعني كان الشيخ عليش رحمه الله وهو من فقهاء المالكية المتأخرين كان كثيرا في نوازله في كتاب فتح العلي المالك يؤكد على أن حرمان المرأة من المرأة مش فقط أن المرأة لم تطالبك بحقها، المرأة يغلب عليها الحياة، وإلى هذا موجود حتى في مجتمعنا خاصة في بعض المناطق، المرأة لا تتجرأ أن تناظر أخاها وتطالب بحقها فضلا عن أن ترفع أمرها إلى القضاء. فالرجل يستريح خلاص، المرأة سكتت، يقول لك هي لا، لا بد أن يكون ذلك عن طيب نفس كما قال الشيخ عليش، وحذر كثيرا من هذا الظلم. لا يكفي سكوت المرأة ما لم يظهر يعني القرائن القوية والظاهرة على طيب نفسها أنها هي خلاص تنازلت عن حقها، لكن أنت تتكي على سيف الحياة وتجبرها بسيف الحياة. ليش هو متنازلت على حقها؟ فهذا اللام تنازل على حقها. ليش هو متنازل؟ ليش راجل تنازل على حقها؟ هذا تعرض أن تحضرت يعني تحضرت. ولهذا للأسف شيخ عبد الباسط لابد أن نقول هذا، يعني من تستهويه الدعاوى الغربية اليوم في قضية المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة وأن المرأة في المجتمعات بين قوسين الشرقية مظلومة، نعم المرأة مظلومة في كثير من المجتمعات الشرقية ليس في أحكام الإسلام. نعم. كثير من المظاهر التي لبست لباس الدين ولباس الحياء الشرعي وهي ليست كذلك، هي عادات وطبائع لمجتمعات وأمزجة لبست لباس الشرع، وهذا من أخطر الأشياء، ودائما نحن نحذر من هذا. أنت لك مزاج معين مع زوجتك، مثلا أنت فلان، أنت ممكن شديد الغيرة. نعم. لا تريد زوجتك مثلا أن ترد على الهاتف كما يحصل أحيانا، أنت حر في بيتك، يعني تقول المرأة ما ترديش على الهاتف، نحن لا نتدخل في خصوصياتك، لكن أن تلبس هذا لباس الدين وتجعل أن المرأة التي ترد على الهاتف بالضوابط بدون ميوعة وبدون يعني زي ما نقوله إحنا بالليبي هدرزة يعني فتح أحاديث جانبية مع الأجانب وتجعله من الدياثة وتجعله من المحرمة لأن مزاجك أنت لا يقبل. شيخنا كما حدث في السعودية في سياقة قيادة المرأة للسيارة وكذا، وعندما حرمت بفتاوى ثم بعد ذلك نعم ماذا نرى الآن؟ يعني لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. ايه؟ يعني التشديد في غير في يعني التشديد المخالف لسماحة الشريعة ويسرها وسهولتها هذا غالبا ما يؤدي إلى الانفلات، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما قال إن هذا الدين متين. نعم. فأوغل فيه برفق. نعم. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وإن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. نعم. فالوسط الوسط، يعني لا تميع وانحلال ولا تشدد وانغلاق يعني. فهذه المظاهر المنحرفة في مجتمعاتنا أو في بعض مجتمعاتنا الإسلامية والتي تسمى بالمجتمعات الشرقية هي التي أعطت المجال لإقناع بعض شبابنا وفتياتنا للأسف بالشعارات الغربية، أن الشعارات الغربية هي الممكن. الآن قضية حرية المرأة وأن هي مستقلة وأن هي يعني تعمل وتكتسب، هو في الحقيقة ليس حقا، هو واجب أصبح في المجتمعات الغربية. المرأة إن لم تعمل وتوفر المال لنفسها فلن يبكي عليها أحد، يعني طاحونة السوق والعمل والمادية يعني أفقدت المرأة حتى خصائصها وطبيعتها كمرأة كأنثى يعني. ولهذا الإسلام لا، الإسلام يجبر الزوج أن ينفق على زوجه. نحن رأينا في المجتمعات الغربية ممكن الرجل وزوجته يدخلان إلى المقهى ثم يدفع كل منهما ثمن كأس القهوة عن نفسه، ما فيش كل واحد ما فيش حد يبكي على الآخر يعني. إذا تقاعد أو إذا فصل من العمل. شيخنا هنا فصل فيها القرآن، يعني الرجال قومون على النساء ليس كذلك؟ يعني قضية النفقة ولينفق ذو ساعة من ساعته. نعم. أنت كزوج لابد أنت المسؤول، لابد أن تنفق على الزوجة ولو كانت مليونيرة. وهذا أنا مرة قلته في حوار يعني. مع بعض الغربيين يعني في مسألة المرأة ومنظومة الإسلام
والله كثير مستغرب لم يسمع بهذا من قبل. هل القضاء عندكم يجبر الرجل أن ينفق على الزوجة في لباسها وفي سكنها حتى لو كانت غنية؟ نعم نعم. إذن إن رفض بحجة. والآن هذا يحصل أحيانا، يحصل الآن في واقعنا للأسف الذي فيه كثير من الانحرافات، يقولها أنت عندك مال، أنت لابد أن تشتركي معي في نفقة البيت ونفقة الأولاد وإيجار البيت ودفع الفواتير. هذا ظلم يعني. الله، هي ليست ملزمة. لو كان عندها مليارات في حساباتها هي تجبرك بالقضاء الشرعي الإسلامي أن تنفق عليه، ولهذا هي مش محتاجة أن هي تمشي للمصانع والله تشتغل يعني. يعني شيخنا هو حتى هو بعض الناس يفهمون القوامة وقوامة الرجل المرأة أنه هو السيطرة ومنحة من حقوقها وأكل حقها، ظن هذا بعضهم. ولذلك القوانين الوضعية والعلمانية الموجودة في العالم الآن الموجودة أنهم أخلوا المرأة هي تطغى على الرجل، قوانين كلها ولا طغت المرأة على الرجل. إذا ما فعلوا شيء يعني. نعم فعلوا شيء. صحيح صحيح. هم يعني هذا التناقض التي يعني تثبته وتؤكده بل وتزرعه كثير من المنظومات الوضعية البشرية. الآن الشيوعية عندهم مثلا صراع بين الطبقات، أرباب العمل والعمال والاشتراكيون اللي أخذوا هذا الطريق. طريق نعم. الآن قضية الرأسمالية الغربية، قضية حقوق المرأة، جعلوا المرأة، افترضوا في المرأة أنها خصم للرجل. القرآن والإسلام ليس كذلك. هي سن الرجل. القرآن والإسلام يعني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر. يعني هذا الجانب المفقود في النظريات الوضعية كلها يعني للأسف. الجانب الأخلاقي ما فيش يعني. الله سبحانه وتعالى عندما يعني في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية عموما تعطيك فيها واقعية عجيبة وفيها تحليق نحو المثالية. يعني أنت تريد أن تتمسك بحقك، يوريك حقك وين، يعني إلى أين تستطيع أن تطالب، بالمحكمة، بالقضاء، حتى قالوا إن الابن ممكن يقاضي أباه في الحقوق يعني، ممكن كما فعل معنه ابن يزيد مع والده في موضوع الصدقة، خاصمته، قال فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من العقوق. بس بعض فقهائنا قالوا لا يحلفه، يعني ما توصلش بيك أنك أنت تجيب والدك وأمام القاضي تطالبه باليمين أمام القاضي، اعتبروه يعني ليس من مكارم الأخلاق. لكن ثم يحلق بك في عالم إذا أردت المراتب العليا، الباب مفتوح. الله سبحانه وتعالى موضوع المهر مثلا، وإذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول معروف يعني، فلها نصف المهر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فريضة هنا بمعنى المهر. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا تمسك كل بحقه، معناها إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، عقد عليها، احنا نقوله قريل فاتح، أيوة، لكن ولم يدخل لم يدخل نعم، ثم طلق، تمام، هذا ما فيش عدة ولها نصف المهر. إذا تمسكت بذلك فهذا حقها. إذا أراد أن لا يعطيها المهر بحجة أنه لم يدخل بها تقاضيه، القاضي يجبره، تمام. لكن القرآن انظر ماذا قال: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الله 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 يعني هذا الإسلام. يعني الآن مسألة كما قال مالك بن النبي رحمه الله، على فكرة مالك بن النبي من الذين حللوا وفككوا المجتمعات الغربية تفكيكا عميقا، أخرج حقيقتها لم تغره وعاش في الغرب عقود. نعم يعني نعم صحيح. ولم تغوه ولم تغره القشرة الخارجية يعني. نعم. ولهذا يعني رأى أن هو عنده شيء تعبير يسميه القابلية للاستعمار. هو أحيانا الدولة المسلمة لا تستعمر بالقوة العسكرية، لكن بفكرها المتدني ووعيها الهزيل وكذا تكون عندها قابلية للاستعمار فتتخلف لا تنهض. سبحان الله. ومن أسباب التخلف هذا هي أن يعني يرى أن المسلم يصبح يرى أنه هو المنقذ، أنه يتبع الغرب في كل شيء. الغرب انظر، الغرب تقدم. إيه الغرب لماذا تقدم؟ لأنه ثار على دين منحرف، ثار على دين الكنيسة المنحرف المبدل. نعم. مش دين الله سبحانه وتعالى اللي هو موجود بين أيدينا إلى اليوم، تكتنفه التحريفات، لكن الله عز وجل
ينفيها برجال في كل عصر. الله. يقوم رجال أهل علم منافحون عن الدين يبينون الصواب من الخطأ، يبصرون الناس بحقيقة هذا الدين، يبقى هذا الدين إلى أن يأتي أمر الله. فالمقصد في موضوع المرأة، هي المرأة أجبرت في المجتمعات الغربية أن تصبح كالرجل، يعني زي ما يقول المثل، يعني الـ 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 الغراب أراد أن يقلد مشية الأسد، يعني فقد مشيته ولم يقلد مشية الحمامة. فالمرأة لا أصبحت رجلا بمعنى الرجل، ولا بقيت على المخلوق اليوم اللي خلقه الله سبحانه وتعالى لتتكامل به المنظومة البشرية على الأرض. لابد من زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الآن الشيوعية والنظري كثير من النظريات الغربية أو غير يعني المناقضة للإسلام تفترض الخصومة دائما بين شرائح المجتمع، أرباب عمل كما قلنا وعمال، رجل ومرأة، مش عارف ملاحية غير موجودة يعني في الحقيقة، يعني في المنظور الإسلامي هذا غير موجود. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. الزوجين مش معناه يتعاركوا، الأصل فيهم مش هيك، الأصل فيهم المودة والرحمة، يعني كل يعرف حقه وواجبه. لكن الإسلام وندب يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وهو يودع هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، يقول ألا واستوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر. يعني وإني أحرج، ذكرنا الحديث هذا المرة الماضية، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يعني للأسف هذه الشعارات، المساواة المطلقة، هذه ظلم أصلا. يعني الآن أنا لما نقول للرجل أنت بتدفع المهر، وإذا أنت اخطر لك بتطلق راه ما خلاص، ما عشت المهر مشي عليك. يعني مرات المهر يكون ملايين، مرات يكون عقارات، تأخذ المرأة كل شيء، نصف تأخذه خلاص، إيه نص تركه. يعني هذا إذا أردنا أن نرد على قضية الميرات وتنصيف، يعني أن للأنثى نصف الذكر، هذا نرجع به لما قلناه أولا، هذا الذي يناقشنا، هل أنت مسلم؟ هل أنت مؤمن بهذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذا كنت مؤمنا به، الآن بعض الناس الله أعلم بالقلوب والعقائد والنوايا، لكن هو مرات مش قادر يقول كاني أصلا مش مؤمن به القرآن هذا، لا هو أنا، لكن كيف هذا؟ شن كيف هذا؟ أنت إذا مؤمن إنه من عند الله خلاص، يعني الله حكيم في شرعه، وقد قول أنا ما فهمتش، نبي نفهم الحكمة في هذا التشريع. ممكن يجاوبوك العلماء، لكن انت تبدا داير رجل على رجل متكئا على اريكته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتبي زي هذاك بتاع مش عارف الزعيم الافريقي نسيت شو اسمه، اللي كان في اثيوبيا، اللي خذ القلم الاحمر وقال بنصحح القران. الله، وين انت؟ وين ماشي انت؟ من تظن نفسك؟ يعني انظر إلى خلقك، انظر، خلقت من ماء مهين، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت تمشي وللأرض منك وإيد، مستكبر تستعرض في عضلاتك، من تظن نفسك؟ يعني أنت لا شيء في هذا الكون، لا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. الله أكرمك وتتمرد وتعصي وتعتو، ويرسل لك النذير تلو النذير والرسالة تلو الرسالة، وهو في غنى عنك. يعني فهذه يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا نعمة لا يمكن أن نقدر قدرها. شيخنا في مسألة لو نعود لموضوع القوامة، يعني شيخنا لو تزيد وضحها في الإسلام، لأن كثير من الناس حسابها التسلط، حسابها الاستكبار على المرأة، لهذه هو اللي يعني يتكلم عليه حقوق المرأة في العالم ويتكلم عليها. الآن لو رجعنا، هو للرجل حقوق على زوجته، لا شك فيه. نعم، ولكن في جانب آخر في القوامة. الآن لو أردنا أن نعرف كلمة قوام على الشيء تمام في اللغة أصلا التي نزل بها القرآن، بعيدا عن قصة الآن حقوق الرجل وحقوق المرأة والكلام اللي نحكو فيه الآن، ما معنى أن نقول هذا الرجل قائم على هذا الشيء؟ هل معناها يضرب فيه ويؤمر فيه وينهى فيه هكي معناها القوامة؟ والله معناها يقوم عليه بما يصلحه وبخدمته وبتوفير ما يحتاج إليه. هو راه القوامة في جانب مرات تعني من وجه آخر مثل الخدمة راهي، يعني أنت الآن قائم على هذا الجهاز تصلحه وتنظفه وتحميه من أي عوارض، من الهواء، من العبث، من اللصوص، من فالرجل أيضا هذا مطالب به. يعني إذا جاءت لصوص إلى البيت
المرأة مش مطالبة أنها تدافع، هي المرأة يعني يغلب عليها الخوف والضعف ولا تستطيع. يعني من المخاطب بالدرجة الأولى أن يحميها؟ من المخاطب أن يوفر لها الحياة الكريمة؟ يخدم ويشتغل ويعرق ويتعب وهي مستريحة في البيت، يعني هذه القوامة بمعناها الكامل. نعم عليها أن تطيع زوجها في أمور، في حقوق، هذه منظومة لكل منهما حقوق في أشياء يستويان فيها. الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآن الرجل يحب أن تكون زوجته في هيئة حسنة، في ملابسها، في شكلها، في نظافة نفسه، كما قال ابن عباس. يعني أيضا أنت لابد أن تراعي هذا كما تحب أن ترى هذا من زوجتك، أنت أيضا لابد. هذا من باب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، النساء شقائق الرجال. الأصل أن التشريعات واحدة، إلا ما فرق الشارع بينهما، لأن لكل منهما واجباته وخصائصه. يعني احنا الان مرات الواحد يشوف في البيت كيف زوجته يعني تغسل في الملابس، لو هو بيدير ما يقدرش طبيعته هيك. يعني مثال نعم. ولذلك شيخنا هم يعني لم ينظروا الى هذه الاشياء، هم فقط يدعون الى، هو المقصود بها اظن شيخنا هو اخراج المراه لتكون سلعة. هذا المقصود. لا أظن أيضا هذا أنا كنت يعني أريد أن أشير إلى هذه النقطة، بارك الله فيك، أنت ذكرتني بها. فضل الآن نحن نعلم أن في معظم يعني أجزاء هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم، هناك شركات كبرى تتحكم حتى في القرارات السياسية. نعم. رؤوس الأموال الكبيرة والشركات العابرة للحدود والعابرة للقارات، هذه لا ليست مبنية على عقيدة أو خلق أو يعني مادة فقط. علاش الآن؟ وهذا مش جديد نحن نبتدعه أو يعني أبدعنا في استنباطي، هذا قاله الكثيرون وهو واضح. علاش الآن معظم السلع فيها صورة مرأة يعني متزينة علاش يعني؟ سبحان الله. يعني أن تجعل المرأة يعني عجلات سيارة الشيخ عليها مرأة، يعني مش عارف لماذا تدخل مرأة في السيارة. يعني امتهان للمرأة، هذا امتهان للمرأة، امتهان للمرأة، أن تجعل يعني وسيلة للدعاية وللكسب. نعم. يعني هم الآن في الـ في الـ في العلن. نعم. أو في معظم أو في كل القوانين الآن الوضعية يعني. نعم. يجرمون تجارة البشر وموضوع الدعارة أكرمكم الله، و ويجعلونه يعني امتهانا للمرأة. نعم. لكن الآن في ممارسات نراها مثل الذي ذكرناه الآن، يمس كرامة، هو يمس كرامة المرأة يعني فالمسلم من فضل الله عليه أن هذه الأمور يعني مستريح منها. وفقط نحن لابد أن نؤكد ما ذكرناه قبل قليل، أن هناك خللا وانحرافا في كثير من مجتمعاتنا يضاف إلى الدين ما ليس منه. يعني زي ما قال واحد من الإخوة مرة، قال علاش هو زوجته مغطية ما يبان منها شيء، وبتمر من قدام الغرفة لابد يسكر باب الغرفة باش الضيوف ما يشوفوش زوجته اللي لا مغطية حتى وجهها. هذا يعني خاصة إذا جعله من الدين، فهو شعور هيك غيرة زايدة، هو حر، لكن أنه يجعله يعني تدينا وتورعا و ومن لا يفعل يعني. ولا شيخنا هذا موضوع التعامل مع المرأة في الإسلام، والله شيخنا ممكن إن شاء الله نخصص له حلقة خاصة لهذا الموضوع لأهميته، لأن شيخنا كما ذكرت أنت دخلت بعض العادات والأعراف والتقاليد والمجتمع البدوي والمجتمع الحضري، كيف كل واحد منهم يعامل المرأة، أدخلوها ولبسوها لباس الإسلام أو لبس الإسلام. فإن شاء الله تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، مدام شيخنا بدأنا في البرنامج هذا المرأة بين الجاهلية والإسلام، يعني نبين للناس جميعا كيف عامل الصحابة المرأة، كيف عامل الرسول المرأة، كيف تعامل مع المرأة عمته وخالته، وكيف تعامل مع المرأة اللي هي زوجة صاحبة صديقة صاحبه وهكذا يعني. نعم هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقد، عقد القران والزواج وهذه العلاقة الشرعية، يعني عظمها وأعطاها قدسية، سماها ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه؟ يعني
يعني المهر يعني خلاص المهر حق للمرأة. نعم. مالكش حق أنت تضغط عليها باش تاخذ المهر يعني. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم، أخذنا النسوة يعني أخذنا منكم أيها الرجال ميثاقا غليظا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول واستحللتم فروجهن بكلمة، فإنكم إنما أخذتمهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله أو بأمانة الله، يعني شيء عظيم جدا هذه العلاقة، رابطة يعني مقدسة. فهذه يعني في الإسلام يعني حقوق المرأة. نعم يعني الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم الآية التي ذكرناها، نعم، قال كلاما رائعا يعني كلام طويل لكن استوقفني منه قوله يعني فأمروا في هذه الآية بأن يتعاهدوا الفضل ولا تنسوا، يعني نهى عن نسيان الفضل، يعني أن يتعاهدوه ولا ينسوه لأن نسيانه يباعد بينهم وبينه فيضمحل منهم. هكذا الأخلاق يعني ومكارم الأخلاق والأخلاق المحمودة إذا نسيت وأهملت تضعف حتى تضمحل من المجتمع. نعم. القرآن يؤكد على بقائها، تعاهد إياك أن تنساها، بيقول لك يعني طالب بحقك لكن رأوا فيه شيء اسمه الفضل. فضل. نعم. يعني نعم ولا ننكر أن هناك أقوالا يعني اجتهادية ضعيفة يعني لا تسندها الأدلة، يعني أيضا كانت لها تأثير سلبي في هذا الباب. يعني مثلا من الأقوال الضعيفة وإن كانت موجودة في يعني قال بها يعني علماء وكذا لكن الأدلة لا تدل على قوتها يعني وليست راجعة حسب الأدلة، والأقوال التي تناقضها وتخالفها هي التي تسندها الأدلة. يعني مثلا أن المرأة إذا ماتت الرجل لا ليس عليه أن يعني يوفر لها الكفن ومصاريف، هذا موجود القول للأسف ومنتشر يعني وموجود قصدي عند بعض الفقهاء، لكن يعني شيخنا الشيخ عبد اللطيف الشوير فالله يذكره بالخير زمان أذكره عندما ذكر هذه المسألة في دروس الجنائز في دروس الفقه استغرب هذا القول واستنكره واستدل بهذه الآية، قال كيف يعني زوجته وأم أولاده تموت، يقول لا خلاص انقطعت الرابطة الزوجية وماتت أنا مش ملزم بالكفن. هو طبعا هذا لا يفعله الناس نعم مستحيل يعني لم نره ولم نسمع به، لكن نحن نستنكر هذا القول مع وجوده في كتب فقهية. يعني نحن لا يعني مع احترامنا لمن قال بها وترحمنا عليهم وجزاهم، لكن هذا القول يعني فالشيخ عبد اللطيف قال كيف ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني كيف هذه زوجتك وبينك وبين هذه العشرة وهذا الميثاق الغليظ، هل يستساغ القول بأنك لك أن تقول أنا لا أشتري لها الكفن؟ نعم. امشوا شوفوا بيت المال ولا شوفوا وزارة الخزانة ولا شوفوا الدولة ولا شوفوا الشؤون الاجتماعية ولا شوفوا نعم سبحان الله. في كثير شيخنا في بعض كتب الفقه في بعض الأشياء تحتاج إلى تنقية وتحتاج إلى وفي أشياء رائعة شيخ عبد الباسط في هذا الباب أيضا مثلا أنا قرأت مرة في بعض الكتب المالكية الرجل إذا أدار ظهره لامرأته على وجه يعني احتقار نعم. نعم تستطيع أن ترفع أمره للقضاء ويحضره القاضي ويلزمه بإصلاح الخطأ أو بالاعتذار أو كذا، وإذا استمر على ذلك قد يصل الأمر إلى أن يطلق القاضي عليه للضرر ضرر معنوي. سبحان الله عجيب. نعم. والله لا نعم. إله إلا الله يعني ففي أشياء يعني الآن قضية يعني لازم إبرازها مثل هذه الأشياء الطيبة إبرازها للمجتمع إبرازها نعم مثلا قضية خدمة المرأة لزوجها للغرب الذي يعني قضية خدمة المرأة لزوجها نعم يعني هذه نعم. فيها كلام يعني أولا جمهور الفقهاء لا يجبرون المرأة على خدمة الزوج لا يجبرونها يقولون يعني هذا ليس واجبا عليها، وبعضهم يقول هو في مكارم الأخلاق يعني لو المرأة جاءت تطلب نصيحة من العالم أو توجيه ينصحها بأن تعاشر زوجها بالمعروف قال لك ديري كذا يعني من مكارم، لكن في الحكم القضائي تستطيع أن ترفض وإذا أصر تستطيع هي أن تجبره أن يحضر لها خادمة
مثلاً لهذا العمل الطبخ مش عارف إيش بعض الفقهاء المعاصرين يقول لك هي تجبره أن يشتري لها الغسالة، مش مجبرة تغسل لها ملابسها بيديها، يعني تبيني أغسل لك ملابس جيب لي غسالة من حقها. مثلاً أشياء هي أحياناً بسيطة لكن تعطيك يعني إضاءات. صحيح صحيح نعم صحيح. وبعضهم يقول يعني العرف هنا يحكم. نعم. إذا كان هذه المرأة مثلاً طبقتها الاجتماعية كما يقال من أسرة مثلاً غنية أو أسرة ذات مركز معين اجتماعي، فما لا يطالبها الزوج بما يطالب به ربما زوجة أخرى مش من نفس الطبق، وهذا مرجعه إلى العرف. نعم يعني شيخنا ممكن نأخذ أسئلة لو سمحت. يعني بارك الله فيكم. الأخ سامي من مصرات، تفضل أخي سامي. يا مرحبا بكم سامي، تفضل يا دجال. نعم تفضل شيخنا. إذا في اتصال آخر. نعم أخي الكريم، انقطع الاتصال، لا بأس إن شاء الله تعالى. إذا ننتظر اتصال آخر. تفضل أخي الكريم. نعم سليم، تفضل سليم مصراتة. تفضل سليم. السلام عليكم. تفضل أخي سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساك. عليكم السلام. أستاذ عبد الباسط، وتحية لشيخنا الفاضل، وتحية لعلمائنا كله، إن شاء الله بالخير، إن شاء الله تحقق الحق ودحر الظالمين، إن شاء الله بصرنا بعيوننا. بارك الله فيك. اللهم أمين يا رب العالمين. والله موضوع مهم جدا، أتمنى تشرف فيه لأنه كبير جدا، كبير بكل يعني الحقيقة. وهذا الخلف اللي خلى حتى المرأة تتمرن بدون علم، يعني مسكينة وقعت في مأزق ما لها فيه. وأنا يعني أساعد أهلي، أساعد من أهلي. إحنا لما نشوف حتى حكم الناس من اخترت من جانب وكذا، والله ماشي يعني الحمد لله النعمة اللي إحنا فيها. إن شاء الله ديما تستمر في الموضوع هذا، لأن هو موضوع كبير. هم حتى الغرب يشهد بالمرادية بغض النظر، يقولوا حتى مثل عندي نقول أكناز خطر الزجاج والنساء يعني. وهي طبعا مرة مستهدفة حتى اقتصادية زي ما قال بكي السكسامي، يبدأ خراجها لأنها أنصر كبير في الاستهلاك والأسواق. أجي أحد فيها نحن من نواحي يعني، فنسأل الله العفو والعافية، وإن شاء الله ربي يوفقهم لصالح العمل، وإن شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والآخرة يعني. نعم الله فيك سلم. الله يسلمك أخوي سليم، شكرا جزيلا. فعلا أنت يعني تكلمت عن نقطة أخي سليم، أشكرك. وأمكن نخشى مع شيخ سامي. شيخ سامي، الأخ سليم يقول المرأة يعني أخرجوها يعني وهي سقطت في هذه الهوة وهذه المصيبة بغير علم. نقطة مهمة جدا شيخنا. الآن يا شيخ سامي بلغني أن هناك مؤسسات المجتمع باسم بحجة اسم المجتمع المدني في بلادنا الآن يأخذوا النساء بالطائرات وشباب ويرفعوهم وين؟ إلى تونس وإلى سويسرا وكذا، ويعملون في الفنادق الفايف ستار واجتماعات وكذا، ويرجعوهم ويأخذوا نساء أخريات وهكذا. شيخنا في مؤامرة كبيرة على المرأة فعلا، لأن المرأة لا تعلم. والله نقطة مهمة كنت سأذكرها بدري، فما رأيكم شيخنا في هذا؟ نعم صحيح، كلام صحيح، وهذا يعني ذكرناه ليس في النساء فقط، هو حتى في الشباب يعني. الجميع وذكرنا أن الانخداع بالشعارات، يعني هذه الشعارات اللي وراءها جهات يعني مشبوهة، وجهات يعني ترفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، يعني حقوق المرأة، المساواة بين الرجل والمرأة، ويخرجون المرأة من بيتها ويعني لتحقيق إما مآرب سياسية أو أغراض سياسية، لتفكيك مجتمع، لإدخال يعني منظومات حتى فكرية ومفاهيم غريبة على عاداتنا وديننا ومجتمعنا، بحجة التطور وحقوق المرأة وتمكين المرأة. شن النتيجة الآن؟ هذه لعبة المصطلحات، هذه ذكرناها أكثر من مرة شيخ عبد الباسط. نعم أذكر صحيح. يعني الآن المسلم لما تقول له الزنا والعياذ بالله يشمئز بفطرته المسلم حتى العادي. نعم. لما تقول له الربا، لما هذه الكلمات يعني قبيحة شرعا، وكثير من الفطر أصلا يعني يتواطأ الشرع والعقل والفطرة على إنكارها. نعم نعم, نعم. فيعني مسألة العلاقات خارج إطار الزواج يجيبوا لها ألفاظ مخففة يعني. صحيح. يعني هي زينة في الشريعة، يعني فاحشة يعني قبيحة. نعم. نعم. يعني الآن شن النتيجة من هذا التفتح وهذه العلاقات المفتوحة وكذا؟ الآن هذه المؤتمرات اللي أشرنا إليها، مؤتمر السكان في التسعينات من القرن الماضي، مؤتمر بكين هذا، ومؤتمرات مشابهة جدا. النتيجة خطيرة. نعم تفضل. يعني فتح الباب أمام الحمل خارج إطار الزواج. الله المستعان. يعني الآن الحمد لله نحن نساؤنا
يعني لا أظن أن واحدة لا أظن أنه بلغ الأمر من السوء أن هناك مرأة في بلادنا أو في كثير من البلدان الحقيقة تستسيغ هذا الأمر يعني أنك تصبحي أما ولست بزوجة يعني شيء مقزز بصراحة بينما أنت تكونين أما في بيت محفوظ ونظيف وهناك رجل قائم بالمعنى القوامة اللي ذكرناه يعني هو يحميك وينفق عليك طوعا أو كرها وأنت المرأة طبعا لها أن تعمل نعم في الشريعة الإسلامية مش ممنوعة من العمل المرأة تعمل نعم. لكن ما لم يقع ضرر على الزوج مش نعم مش العمل نعم. في ذاته الممنوع ما قد يصاحب العمل نعم. مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب من العلاقات المحرمة الزنا والعياذ بالله وهذه نعم شيخنا بارك الله فيك والله الموضوع طويل جدا وحتى الأخ سليم قال يا ريت تكثر من هذا الموضوع هذا ولعله إن شاء الله في حلقات قادمة نتناول كثير من أحكام المرأة في الإسلام حتى يتبين للجميع ما هو الإسلام حفظكم الله شيخنا وجزاكم الله خير ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وأدمتم طيبين شيخنا إخوتي أخواتي جئنا لنهاية اللقاء إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله وعليكم السلام صلح إسلامنا هداية وقاية منا